معي أيضا أستاذ محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة والدكتور طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير. أبدأ معك دكتور بسام الشماع، دعنا نبدأ بمنطقة الأهرامات، يعني جملة من الإجراءات لعلّ من أهمها أو لافت فيها إحكام السيطرة على الباعة الجائلين خصوصا من غير حاملي رخص المتواجدين داخل منطقة الأهرامات. إجراء يبدو بسيط لكن أكيد نتائجه ربما تؤثر كبيرا وكثيرا في المنتج النهائي، في توفير الجو الملائم لهذه المنطقة الأثرية الهامة، واحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر أهرامات الجيزة. رأيك في هذا الإجراء على سبيل المثال؟ من أسعد الأخبار اللي سمعناها أخيرا موضوع أن احنا نعيد الأمن في هضبة الأهرامات، لأن الحقيقة المنطقة كانت بتعاني معاناة كبيرة جدا، والسائحين بل والمصريين ذات نفسهم كانوا بيعانوا من كثير جدا من الخارجين عن القانون ومن الناس اللي ممكن تعتدي بطريقة أو بأخرى على الزائرين. وبالتالي ده كان خبر كويس جدا أن احنا نسمعه. أنا في الأصل مرشد سياحي، فبالتالي بحس وبشعر جدا يعني تبقى أنت موجود قدام الهرم أو قدام أبو الهول وأنت في حالة أمان. تمام. التقرير اللي حضراتكم رصدتوه دلوقتي في لقطة ما خدتش ثواني ولكن لها مغزى كبير، ويمكن هي دي بقى الرسالة اللي عايزين نبعتها إلى المسؤولين في منطقة الهرم ووزارة الآثار بالذات. المنطقة دي هي المنطقة التي أمام أبو الهول ومعبد أبو الهول ومعبد الوادي. نعم. السائحين اللي بيزوروا المنطقة ديت والمصريين والعرب الإخوة العرب بيخشوا حاجة اسمها معبد الوادي ولا يدخلوا معبد أبو الهول، إنه ممنوع من الدخول. أمام هذا المعبد اللي هو معبد الوادي يوجد آثار محدش واخد باله منها خالص. هذا الأثر هو أقدم ميناء في المنطقة. ده كان ميناء به، لو بصينا يعني شويه في التقرير في الثانيه اللي جه فيها التقرير الصوره ديت هنلاقي فيها كوبري صغير، وده اختراع وابتكار الكوبري او فكره الكوبري، وده من الاف السنين. وهذه الميناء كانت تستخدم في منطقه الاهرام وهي ميناء قديمه جدا قدم المصري القديم. وللاسف الشديد لما الامن يعني الى حد كبير ما بقاش موجود في المنطقه بعد الاحداث والانفلات، وجدنا ان كثير جدا من الخيول، وجدنا كثير جدا من السياح ومن المصريين، يعني كله بقى بيخش ويقعد على هذه الآثار أو يعبر خلالها. فبنطلب زي ما بدأوا يرجعوا الأمن إلى المنطقة، بنطلب أن المنطقة دي تتصور أو يتعمل لها سور من الحبال. المنطقة مباشرة أمام أبو الهول بالظبط كده، هو تمام تمثال أبو الهول الشهير اللي بيتم طبعا ترميمه دلوقتي علشان حصل في ترميم سنة 70 بعض المشاكل دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، النظر بقى بعين الاعتبار إلى مشكلة المياه الجوفية اللي بتعاني منها المنطقة، لأن الحتة دي بيعاني منها كثير. عارفة ليه؟ لأن السياح لما بيجوا للأسف الشديد في بعضهم بيرمي بعض يعني القاذورات او المياه الغازيه او كذا، وبتنزل على المياه اللي موجوده، وبالتالي بتعمل تفاعلات كيماويه اللي بيها بتاثر على المنطقه. ايضا من ضمن الطلبات اللي ممكن نستعرضها مع المسؤولين فكره حمايه المناطق الاثريه، لان انت هنا بين كفي الراحه، انت هنا ما بين عايزه سياحه وعايزه تدخلي ناس يزوروا الاثر ويدخلوا لك من غير اهمال، من غير ما يتركوا اثر سائق عليه. بالظبط كده، وبدون كمان ما يتاثر الاثر ذات نفسه. حضرتك عارفه ان السائح او الزائر لما بيخش مثلا داخل هرم خوفو بيسيب طبقه من العرق، والعرق ده به كثير من الاملاح، والاملاح دي بتترسب على الاحجار، والاحجار دي بتبدا تتشقق ويبدا يتاثر الاثر. يعني عندنا مثلا كهوف لاسكو في فرنسا، كهوف لاسكو دي زي الهرم عندنا كده في فرنسا، قفلوها وعملوا مستنسخ لها عشان الناس ما تكسرش في الرسوم اللي ما قبل الميلاد، وبالتالي يقدر يحافظ على الاثر بتاعه في لاسكو كيفز او كهوف لاسكو في فرنسا اللي دخلها 82 مليون سايح في سنه من السنين. طيب احنا بنستعرض طبعا الاراء مع حضرتك ووجهه نظر حضرتك، يعني جديره بالتوقف عندها، يعني مناطق اثريه محتاجين حمايتها وفي نفس الوقت جذب السياح والتعامل المباشر ما يتركش الاثر السيء او يعني يضر باي شكل من الاشكال بهذه الاثار. وطبعا ده اجتماع مجلس الوزراء بخصوص هذا الملف. دعني انتقل الى الاستاذ محمد عثمان نائب رئيس غرفه شركات السياحه. استاذ محمد،